شكرا جزيلا. وانا النهارده سعادتي غامره. اولا احنا ما بنشوفش بعض، فدي فرصه لا تعوض ان احنا نشوف بعض. اول حاجه الحقيقه ان انا سعدت بعوده الروح لمهرجان الدراما. واحنا في مصر اعتقد ان احنا رواد الدراما التلفزيونيه في المنطقه العربيه. وخفتت الحكايه شويه كده، والرجوع لازم يبقى قوي واقوى الحقيقه. انا الحقيقه اتفقت مع الاساتذه ان يبقى احنا بنبدا السنه دي بدوره نسميها دوره زيرو، لانها دوره تجريبيه على مستوى الدراما التلفزيونيه في رمضان اللي فات. لكن الغرض الحقيقي انه ترجع الدراما والتلفزيون في جميع الاقسام، وتبقى يعني توصل ان يبقى يعني يتمنى كل العاملين في الحقل الفني انه ينال شرف انه ياخذ جايزه في هذا المهرجان. وتبقى هي دي الجايزه المهرجان الرسمي للدوله. طبعا سعدت جدا ان الداعي هو نخبه المهن التمثيليه. لان ده يحسسنا بان احنا مننا فينا ونقدر نحس الصح لغايه احنا عايزين ايه. الدراما مهمه جدا في مصر، احتياج ضروري، ما هوش اوبشنال، يعني ما هوش حاجه ترفيهيه. لان في بلد او بلاد فيها نسبه الاميه مش قليله، يبقى العوض الحقيقي هو الدراما والتلفزيون لتوعيه الناس ثقافيا ومعرفيا والله. يعني الدراما التلفزيونيه تحديدا تستحق مننا الكثير من الاهتمام، لذلك احنا قررنا كمجلس نقابه المهن التمثيليه وكفنانين كمان، لان احنا مش لوحدنا، احنا بنمثل جموع الفنانين، قررنا ان احنا ندعو لهذا المهرجان، مهرجان القاهره للدراما. وقعدت انا وزمايلي الاستاذ الفنان الكبير اشرف طلبه سكرتير عام النقابه وكل زملائي، وعملنا لجنه تاسيسيه وبدأنا نشتغل لغاية ما وصلنا للشكل اللي انت شفتوه. وبشكر طبعا دكتور يحيى الفخراني، بشكر الأستاذ عمرو الفقي، بشكر المخرجة الكبيرة أستاذ إنعام محمد علي، بشكر كل زملائي اللي عملوا مجهود عظيم من أجل أن ندشن اليوم هذا المهرجان. الفكرة اتولدت في اجتماع مجلس إدارة، كنا في اجتماع في النقابة والدكتور أشرف بنشوف حوالينا حاجات يعني سريعة جدا، فالنقابة لازم تبقى جواها مش بعيدة عنها. والحقيقه بدانا التحرك من خلال مجموعه نجومنا اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه مش اعضاء مجلس اداره، من خلال الجمعيه العموميه ولجنه انبثقت عنها اللجنه، وصلنا في النهايه ان احنا نصل ان احنا نعمل تدشين لهذا المهرجان مع شركه دي او بي، مع المجموعه، مع شركه مع المجموعه المتحده، وصولا ان شاء الله ان احنا نقدم مهرجان. انا شايف بالنسبه لي حاجه مهمه جدا جدا بتهم بلدنا مصر، لان احنا في ظل جمهوريه جديده فيجب ان يبقى كل اشياء جديده. اعتقد ان هذا المهرجان هيبقى مختلف شويه عن اللي فات. احنا في الدوره زيرو لسه بنبني عليها، يعني ممكن تلاقي اقسام تانية داخلة في المنافسة، ممكن تلاقي بلاد تانية داخلة، ممكن نوصل لقسم خاص للمسلسلات العالمية. يعني احنا لسه بنبني. يعني في اقتراحات اجلت زي دخول مسلسلات الغير مصرية، على فكرة هي موجودة وهتبقى في مسابقات بعد كده هتدخل فيها مسلسلات الخليجية والعربية، ودي محطوطة بس محطوطة في السنين المقبلة، لان احنا لسه بنجرب، ده اول صعود لينا واحنا خايفين يبقى عندنا اخطاء وعايزين نعمله بشكل كويس. تاني حاجة المدة كانت قصيرة جدا، دكتور اشرف اصر ان هو يتعمل السنة دي. على فكرة احنا من شهر كان مسلسلات السنة مش مسلسلات رمضان بس فوجئنا لقينا اللجنة مش هتلحق تتفرج على الكم الهائل ده من المسلسلات، فقررنا انها تكون مسلسلات رمضان بس السنين المقبله هيبقى مسلسلات السنه مش مسلسلات رمضان بس. حاجات كتيره جدا قعدنا فيها واجتمعنا عليها، والحمد لله الحمد لله ان انا النهارده انا ابتديت احس ان في حاجه حلوه جايه.